رامي محمد من الشرقية ورامي محافظة الشرقية من المحافظات التي لها خصوصية سواء في المشاركة أو حتى في الاحتفال بالمناسبات السياسية كالتي نحن بصددها اليوم في 3 أيام من الانتخابات الرئاسية. ماذا لديك في الشرقية؟ تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة للمشهد الانتخابي بمحافظة الشرقية. نحن نتحدث عن مشهد انتخابي بعدد من الزوايا المختلفة والمتعددة والمتجسدة بشكل كبير في المركز الانتخابي الذي يتواجد به الآن، وهو التابع لمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات هنا بمحافظة الشرقية. هذا المركز الانتخابي به لجنتان فرعيتان، اللجنة الثانية والعشرين، هذه اللجنة المخصصة للمواطنين وكل من لهم حق التصويت هنا بمحافظة الشرقية، والمقدر عددهم بأكثر من 4,699,000 ناخب وناخبة من لهم حق التصويت هنا من أهالي ومواطني محافظة الشرقية. أما إذا تحدثنا عن اللجنة الانتخابية الأخرى وهي اللجنة 23 والخاصة بالمغتربين والوافدين إلى محافظة الشرقية سواء من العمالة وأيضا من الصناع وغيرهم، هناك العديد من اللجان، منها 10 لجان خاصة بالمغتربين والوافدين إلى محافظة الشرقية، منها اللجنة 23 التي أتواجد أيضا داخل هذا المركز، مركز مدرسة الشهيد أحمد وحيد. إذا تحدثنا عن المشهد الانتخابي والزاوية المهمة هو الحضور والتوافد منذ ساعات الصباح الأولى للأسرة الشرقوية، نعم، وفي مقدمتها المرأة الشرقوية هنا، صحيح، في نعم هذا المركز الانتخابي. هناك العديد من الحضور الكبير على مدار اليوم منذ الساعات الأولى، نعم، نتحدث عن الأسرة، شكرا، بجميع الفئات ومستويات الأعمار المختلفة، وهناك أيضا العديد والعديد من المغتربين الذين قادموا إلى، نعم، هنا إلى هذا المركز، شكرا، الانتخابي. مراسلنا